الوضعية الإدماجية. أرادت ربة البيت فتح ثلاجة، وأثناء لمسها لهيكلها المعدني أصيبت بصدمة كهربائية، فأسرعت لقطع التيار الكهربائي، ثم حاولت سحب الثلاجة قصد معاينة سبب هذه الصدمة الكهربائية، ولكنها لم تستطع فعل ذلك لوحدها. انظر الوثيقة المرفقة. برأيك، ما هي أسباب حدوث الصدمة الكهربائية وأسباب عدم تمكن ربة البيت من سحب الثلاجة لوحدها؟ ثانيا، اقترح حلولا تراها مناسبة تمكن ربة البيت من ألف تجنب الصدمة الكهربائية، عزز ذلك برسم تخطيطي، ب تحريك الثلاجة لوحدها وبسهولة. الوثيقة المرفقة هي هذه. الحل: أولا، أسباب الصدمة الكهربائية هي سلك الطور يلامس هيكل الثلاجة، عدم وجود التوصيل الأرضي. أسباب عدم التمكن من سحب الثلاجة تعود عموما إلى قوة الاحتكاك المقاوم، تكون معتبرة مقارنة بقوة سحب ربة البيت للثلاجة. ثانيا، الحلول المقترحة لتجنب الصدمة الكهربائية: نقوم بتوصيل المربط الأرضي للمأخذ الأرضي، أي هنا، وعزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة إن كان يلامسه. إذن هنا قمنا بتوصيل الأرضي للمأخذ الكهربائي. الحلول المقترحة لسحب الثلاجة: سكب مادة لزجة على الأرضية كالماء والصابون، وضع الثلاجة على لوحة مزودة بعجلات، أو وضع الثلاجة على أنابيب أسطوانية، وقد تكون هنالك حلول أخرى.